اذا هو جاهز يلعب، اذا مو جاهز ماكو شيء اسمه ارجع ثقته. شنو لا حمود يعني اذا نفسيه مو جاهزه، اذا هو قال النفسيه مو جاهزه هو يقول حتى لو بعض الحماس يقول لاعب دخل صبح حمود. سؤال، كره القدم ما في عقاب ايضا؟ في عقاب ولا ما في عقاب؟ في عقاب معلي ابو محمد، عقاب عقاب على طول تعاقب له. زين متى 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 ابدله؟ ها متى ابدله؟ خليه يلعب. سؤال، اذا ما توفق حتى بين الشوط الاول شفته مرتبك ايش سحب؟ زين ينتهي كذي؟ لا ما ينتهي. لا 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 انت اعطيته فرصه يعوض عن روحه. اذا غلط، اذا غلط المباراه يا جماعه، اذا غلط خلاص بعد غلط شيله ينتهي. صح لا 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 ليش ما ينتهي؟ لا حمود تكلم يعني انت عم بشيله مره واحده تبي تنهي؟ لا وتقول بتلاعبه. انا الحين مش لاعب ناشئ على اساس نقول بنهي ترى. حمود حمود اذا غلط، اذا غلط المباراه الجايه لاعب كلود امين ترى محترف، محترف ابو جاسم يعني ابو جاسم اسمح لي يتغبل عادي، يتغبل يعني شو يتغبل؟ يتغبل هذا مو عموما على اساس الوقت ارجع لك لا ينتهي. ما افكر بلاعب بشار اول شيء انا اقول ما تكلمت عن فريق قطري ما قصر صراحه، ما قصر حرام حرام حتى تعادل حرام ما نستحق ما نستحق فريق الايراني خذاب بارز مبرز ما اعطاها الحارس صراحه بارز ولا يستاهلون الفوضى اللي تصير هذه بروحة تأثر على الحكم الفوضى برا الملعب كم ايش كذا تأثر على اللاعبين تأثر على اللاعبين وين الاتحاد اسوي بعد بتقولون بتقولوا ما في شيء كم مره هاي واحده الليزر كل شيء ما ولا بيقولون لهم شيء ما يقولون لهم خافون ما اللي برا هاي واحده هجوم بين الشوطين على الحكم كل شيء سووا كل شيء ولا يعاقبونهم لا المفروض ما يلعبون ولا مباراه على هل سبب البطوله على أرض. هاي المفروض بدون جمهور هاي واحده ومدير الفريق ما الشيء اللي والله نسيتوني صدق في شيء مهم مايد الله الحكم الحكام الجمهور مثل ما قال اخوي مايد ست دقائق وين يا ست دقائق وين طلعها ست دقائق يقول وين طلعها ست دقائق ما في شيء المباراه كلها في الملعب الكره وكاسولا ام خطا ما سامحوني اللي يقول خطا رجع كره لا رجعها امان حق من الحارس الحارس اخطا لا تقول يعني تصور هاي فوضى في الملعب وين انا ربي اتحاد اسوي ابي المراقب يكتب يعني هذا بروحه يأثر على اللاعب حتى نهاية المباراة ما تصير الشكل ما يصير